في الأسطورة 6 أساطير في حياة المواطن المصري. الأسطورة الأولى بتقول الطفل المصري أسرى طفل في العالم. My mother said to us. مين أصلي ده؟ إحنا ده لأن الشيلدرين بتوعنا بيتعلموا بالطريقة دي. القياسي نفسه يا أبويا القياسي نفسه ما أفعاله أفعل بيه ما أفعاله عارف اصلا اول مره نتعلم فيها انجليزي كنا ساعتها في اولى اعدادي اول مره نتعلم فيها اي بي سي والحاجات دي كان في الكتاب عندنا دايما وات يور نيم ماي نيم از فرج فانا كنت حافظها ازاي وات يور نيم ماي نيم از فرج باسم شرف عارف اصلا كنت حافظها اللي هو ايه حاجه على بعضها كده هو الطفل دوت اللي زي يعني لما بيتحط في اختبار بيكون اصلا عامل كده انك شفت عامل لي بني اسماعيل بصديق بقول لك بني هو الصديق بتقول لي اخويا عبد العزيز ماشي بعد التفكير شو بتعمل بقى مع المهندس معماري يا مهاري ده تعليم فين ده الأسطورة الثانية عندنا بتقول ان احنا شعب متلائم بطبع الافراح تبتدي باسم الله الحسنى وبتكون نهايتها عاملة كده الملحد عندنا لما تتكلم معاه يقول لك ان شاء الله لما تضغط عليه بالكلام يحلف بالله ولما بيعيا يقول يا رب الشيخ بتاع الجامع عندنا لما بيحب يدافع عن الدين بيقول كده خلي بالك مين يا روح امك لا يا اخوانا مش مخلي اعلى ما بفتلك ركابه اللي بيكلمني بقول له كده اروح امك اعلى ما بفتلك ركابه وهو ده وهو صغير كان شايفه عامل ازاي الصورة الثالثة بتقول ان احنا شعب متسامح انتوا خاوة على اخوان المسلمين انتوا خاوة على الاسلام انتوا خاوة على الاسلام انتوا خاوة على الاسلام نعرف نسمع بعض والله ليا حذاء لا 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 والله العظيم اقسم بالله امسح بيك البلاط ليا حذاء ده البلد انت يا عيني اتدمرت والله ليا حذاء ده البلد هي دي اخلاقكم هي دي اخلاقكم ليا حذاء ده البلد انا مبسوط انك بتعمل كده قدام الناس هي دي اخلاقكم تأدب هي دي اخلاق انا اعلمك الادب واعلم جماعتك كلها لا ومتربيين قلنا له بعد اللي حصل لم بتوعك دول رد عليه قالوا بيطلعوا الصورة الرابعة بتقول المصري بيشم على ظهر ايديه الصورة الخامسة يحلف على المية تجمل الصورة السادسة يفهمه وهي طيب يا جماعة لازم نحافظ على الاساطير بتاعتنا انا من غيرها ما ينفعش نكون مصريين